صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 51 لسنة 2023 بتعيين مديرين في محافظة المحرك وذلك بناء على عرض وزير الداخلية جاء فيه يعين في محافظة المحرك كل من السيد حمد محمد الجودر مديرا لإدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع السيد فواز يوسف أحمد مديرا لإدارة المعلومات والمتابعة